السلام عليكم. لدينا 8 كلمات، كل 2 منهما متشابهتان: يطبخ، يبخر، يطبخ، يبخر. يطبخ كأن يطبخ اللحم أو الخضروات أو الفاصولياء، ويبخر أي يسخن الطعام بالبخار كأن يبخر الأرز أو الخضروات. ثم لدينا يسلق ويسلق. يسلق الأولى للبيض واللحم وغيرهما، ويسلق الثانية خاصة بالأرز، فمعناها يسلق الأرز. ثم لدينا يقلي ويقلي. يقلي الأولى بقليل من الدهن، ويقلي الثانية بالغمر بالزيت. ثم لدينا يشوي ويحمر. يشوي ويحمر. يحمر أي يحرق الطعام حتى يصبح أحمر أو أسود، كأن يحمر السمك أو يحمر الخبز. نبدأ بالمعاني: يطبخ، نير، نير. يبخر، مس، مس. يسلق، يدر، يدر. يسلق الأرز، تاك، تاك. يقلي بقليل من الدهن، إيتامر، إيتامر. يقلي بالغمر بالزيت، أجر، أجر. يشوي، ياك، ياك. يحمر، كوغاس، كوغاس. هذه هي الكلمات بالكانجي وبالرومجي، نراجعها ثانية: يطبخ، نير، يطبخ، نير. يبخر، مس، يبخر، مس. يسلق، يدر، يسلق، يدر. يسلق الأرز، تك، يسلق الأرز، تك. يقلي بقليل من الدهن، إيتامر، يقلي بقليل من الدهن، إيتامر. يقلي بالغمر بالزيت، أجر، يقلي بالغمر بالزيت، أجر. يشوي، يك، يشوي، يك. يحمر، كوغاس، يحمر، كوغاس. مراجعة أخيرة: نير، يطبخ، نير، يطبخ. مس، يبخر، مس، يبخر. يدر، يسلق، يدر، يسلق. تك، يسلق الأرز، تك، يسلق الأرز. إيتامر، يقلي بقليل من الدهن، إيتامر، يقلي بقليل من الدهن. أجر، يقلي بالغمر بالزيت، أجر، يقلي بالغمر بالزيت. يك، يشوي، يك، يشوي. كوغاس، يحمر، كوغاس، يحمر.